السلام عليكم، معكم امين من قناه امين التعليم. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديرو تتمه ديال الشابيتر ديال لي بروفيزيون. اوكي، وصلنا اليوم لي بروفيزيون بو ديبريسياسيون ديال لي كريونس. دونك فيما كنسمع الكلمه ديال لي كريونس هما الفلوس اللي كنسالو لعباد الله. عندنا ديجا ناس كنسالوهم فلوس، كيفاش كنديرو البروفيزيون عليهم؟ دونك نبداو على بركه الله. تيقول لي بان لي كريون سيغ لي كليون، هما دوك الناس اللي حنا كنسالوهم فلوس، سون ايغالمون سوجي دو ديبريسياسيون. يعني في الناس اذا كنا كنسالوهم فلوس دونك عندهم كنطبقوا عليهم لي بروفيزيون حتى هما. لوسك سيغتان في، يعني بسبب لا سيساسيون دو بايمون ديالهم ou mise en faillite. Donc, بسبب la cessation de paiement, يعني دوك الناس كانوا خدامين بطبيعة الحال في شي شركة ولا في شي مهم خدام في شي بلاصة، وشوية الخلاص ديالو توقف، يعني بحال نقدر نقولوا توقف على العمل، ما بقاش كيتخلص. في هذه الحالة بما أنه هو ما بقاش عنده واحد المدخول منين كيتخلص، دونك اوتوماتيكمون حنا اللي كنسالوه الفلوس بحال نقولوا عندنا واحد الخساره، ما عندوش منين غادي يخلصنا. في ديك الحاله بالنسبه لينا حنا كيتسمى اون بيرت، واحد الخساره ديال الفلوس اللي حنا كنا كنسالوه حيت هو ما بقاش خدام. و ميز اون فايت بار اكزومبل، واحد الشركه دارت فايت ما بقاتش خدامه سدات، دونك دوك الفلوس اللي حنا كنا كنسالوها ما بقاتش عندها منين غادي تخلصنا. بالنسبه لينا حنا واحد البيرت، واحد الخساره. تيقول لي permettre de douter de la solvabilité ou de la ponctualité du client. يعني بطبيعة الحال من حقنا أننا حنا نشكو في الخلاص ديال دوك الناس لينا حنا. يعني de douter هي كنشك في la solvabilité، يعني تنقولو بالمقدورة ديال دوك، ولينا كنشكو بالمقدورة على دوك الناس أنهم مبقاش كيقدرو أنهم يخلصونا. في هاد الحالة دون سو كا l'entreprise doit estimer la perte probable. فهاد الحالة الشركة اللي حنا كنا كنسالوهم خاصنا نتوقعوا واحد الخسارة غير محتملة، يعني ممكن يخلصنا في الاخر العام، ولكن من حقنا حنا نتوقعوا واحد الخسارة بالنسبة لنا، يعني دوك الناس ما يقدروش انهم يخلصونا. غير استيماسيون، غير توقع، هذه هي les provisions بالنسبه للي كريونس. ديفيني لو بلو سوفون اون بورسونتاج دو مونطون دو لا كريونس اور تاكس. بمعنى ديك الفلوس اللي حنا ديجا كنسالو لذاك الكليان ديالنا واللي طبقنا عليه لا بروفيزيون، دونك ديك لا كريونس، يعني لا كريونس تي تي سي هي ديك الفلوس اللي حنا كنسالو لذوك الناس. اوكي، دوك المبلغ اللي حنا كنسالو لذوك الناس ما تيكونش غير بوحدينا حنا، كتكون حتى ليطا حتى هي داخله في الفلوس اللي كنسالوه منا، اللي كنسالوهم حنا لوك الناس. دونك باش كنخرجوا غير الفلوس ديالنا حنا هي لا كريونس اور تاكس، ومي كتكون لا كريونس تي تي سي داخلين فيها حنايا كنتسالو لذاك السيد واحد المبلغ زائد لا تي فيا ديال ليطا، مفاهمين؟ باش كنخرجوا فلوسنا حنا باش كنردوها كريونس اور تاكس، كنشدو داك المبلغ جلوبال اللي داخله فيه التي فيا، يعني كريونس تي تي سي، تنقسموه على 1.2 وكنضربوه في الطو ديال الديبريسياسيون. احنا غنديرو اكسيرسيس باش هاد الشفوي كامل غيتحيد عنا وغنفهمو ان شاء الله باذن الله. نكملو شنو تيقولو لنا هاد الناس غير شويه ونديرو اكسيرسيس. دونك على دات دانفونتير، يعني في الاخر ديال العام، لي كليون دو لونتربريز بوف اتر كلاسي اون 3 كاتيجوري. يعني دوك الناس اللي حنا عندنا شركه وكنتعاملو معاهم فيهم ثلاثة ديال الأنواع، هادشي في الآخر ديال العام. أول نوع تيقول لي بأن كاين واحد النوع ديال لي كليون سولفابل، السيد تياخد لو برودوي من عندنا حنايا، والسيد في الآخر تيخلصنا، ما عندناش مشكل معاه، يعني أوردينار، واحد لو كليون اللي هو أوردينار سولفابل، كياخد لو برودوي تيخلص ما عندوش مشكل. أوكي، كيتسمى أو لي كليون أوردينار، يعني كليون سولفابل هي كليون أوردينار. pour lequel aucune écriture comptable a constaté. فهاد الحالة هادي هاد السيد هذا ما عندوش مشكل معنا حنا، ما كنديرو حتى شي إكريتور كونطابل ديال لا بروفيزيون ديالو. الحالة الثانية تيقول لي كاينين دي كليون دوتو، يعني لي كليون دوتو أو لي كليون ليتيجيو. يعني كليون دوتو هي تنقولو بأن شكينا في داك السيد بأنه ما غاديش يخلصنا في هاد السنة باغ إكزومبل، دوك الفلوس اللي حنا كنسالو ليه دونك ما يخلصناش.
دونك في هذه الحاله كنطبقوا عليه لا بروفيزيون اوكي دونك بور لوكيل il faut constater une provision هي اللي قلت دابا pour dépréciation sur la perte probable يعني خصنا نطبقوا عليه لا بروفيزيون باش نعرفوا ديك الخساره اللي ممكن اللي ممكن هي estimation حيت بروفيزيون ديما داخله في الاحتمالات اللي ممكن نخسروها مع ديك العام دونك ممكن انه يخلصنا ممكن انه ما يخلصناش الحاله الثالثه تيقول لي بان هادو لي كليون انسولفابل دونك تيقول لك بان هذا ما بقاش عاقل علينا خدا البرودوي ديالو وقلب وجهو علينا ما بقاش باغي يخلصنا انسولفابل دونك لي كليون سون ايريكوفرابل دونك ما غاديش يرجعوا لينا هادوك الفلوس اللي حنا كنسالو اللي كنسالو ليه هما لي كليونس ما غاديش يرجعوا لينا ما غيرجعوش لينا حنايا اي بور لوكيل il faut constater une perte فهاد الحاله خاصنا نديرو نكونستاتيو واحد البيرت اون ديستينك دو كا تيقول ليا كاين ممكن يكون واحد الكليون كان ديجا نورمال كان تيخلصنا كان اوردينير ولا شويه انسولفابل دغيا كذب وجهو صامش كاع ما داس من ديك المرحله ديال دوت دو ولا لي تيجي ولا شي حاجه من كليون اوردينير كان تيخلصنا شويه ما بقاش كيخلصنا ولا انسولفابل اوكي والحاله الثانيه تيقول لي كاين كليون دوت دونك حنا ديجا كنا شفنا شكينا فيه وابليكينا عليه لي بروفيزيون وشويه في الاخر بحال ما بغاش يفهم راسو وفي الاخر قلب وجهه ولا انسولفابل صامش دونك هاد الشفوي طولنا فيه كاين اللي فهمنا كاين اللي ما فهمناش عطينا اكسرسيس باش نفهموا هادشي اللي كتقولنا من الصباح اسمحوا لي ندوزو هاد لاباج هادي دونك عندي واحد ليكسيرسيس تيقول لي لا سيتوياسيون دي كريونس بور لونتربريز اكس سو بريزونت كوم سويت يعني الحاله الماديه ديك الفلوس اللي حنا كنسالوهم هاد العباد الله هادو اللي بطبيعه الحال منخرطين معنا في الشركه ديالنا اكس كيتمثلنا في هاد الجدول عندنا خمسه ديال لي كليون باش ندرسوا الاحتمالات ديالهم اول كليون سميتو حسن موراه فريد موراه احمد موراه نزار موراه ابراهيم اوكي دونك هادو هما لي كليون اللي عندي غادي نشوف السيتياسيون ديالو بالنسبه لحسن ديجا حنا كنتسالوه كريونس تي تي سي كنتسالوه واحد المبلغ ديال 10800 درهم ماشي بوحدينا حنا اللي الشركه كنتسالوه ولكن حتى ليطا حتى هي داخله في تي تي سي دونك 10000 درهم حنا وليطا مفاهمين باش كنخرجوا فلوسنا حنا تنشدوا 10000 درهم تنقسموها على 1.2 سنشدو 10000 درهم و 800 قسموها على 1.2 باش يخرج ليا المونطون ديال الشركه اور تاكس اللي هو ديالنا والبقيه بطبيعه الحال ديال لا تي في دونك عنده وقت في 2014 دونك توقعنا واحد لا بروفيزيون بانه 35% هذا هو لو طو ديال بورسونتاج ديال لا بروفيزيون ديال 2014 دونك خصنا نحسبوا لا بروفيزيون ديال 2014 بطبيعه الحال بالنسبه لهذا المونطون 10800 تي تي سي في 2015 هذا السيد حسن ديجا عطانا سبق لينا واحد 4800 درهم دونك هاد 4800 درهم خصنا نقصوها ديجا من الفلوس اللي حنا كنا كنتسالوه 10800 بطبيعه الحال 4800 درهم ديما كتكون اوتوماتيكمون تي تي سي وهنا تي تي سي وكنتوقع يعني واخا خلصنا راه خلصنا غير واحد المبلغ قليل ما خلصناش لا كريونس كامله عطانا غير 4800 درهم والبقيه بطبيعه الحال مازال كنسالوها ليه وهادشي باش كنكونستاتي واحد لا بروفيزيون وصلت حتى ل 80% اوكي هذا بالنسبه لا سيتياسيون ديال هاد السيد اللي سميتو حسن دابا غادي نشوفوا السيد الاخر اللي سميتو فريد دونك كيف ما قرينا حسن غادي نقراو طبيعه الحال حتى فريد دونك فريد شنو عنده حنا ديجا كنتسالوه كريونس تي تي سي 13000 درهم و200 درنا ليه واحد لا بروفيزيون اللي خصنا نحسبوها ديال 2014 25% خلصنا هاد السيد اللي سميتو فريد في 2015 يعني السنه اللي مور 2014 خلصنا غير 5400 وبقينا شاكين فيه عاد درنا ليه واحد لا بروفيزيون ديال 10% اوكي بالنسبه لاحمد احمد ديجا حنا كنتسالوه حتى هو 14400 سامارش شكينا فيه في 2014 بواحد لوطو ديال 40% اوكي في 2015 عطانا واحد التسبيق ديال 9000 درهم دونك خلصنا غير 9000 درهم من داك المونطون جلوبال ديال 14000
و400. وفي الاخر في لوبسيرفاسيون ديال 2015 لقينا بانه غير ممكن يقدر يكون بحال ان سولفال، ما غاديش يخلصنا في الاخر، يعني عطانا غير 9000 درهم ومورا بحال قلب وجهو صامارش، ما بغاش يكملنا الباقيه صامارش. بالنسبه هذا السيد دابا اللي سميتو نزار كانت سالوه 12000 درهم كريون ستي تي سي، في 2014 ما تطبقات عليه حتى شي بروفيزيون، في 2015 ما سبقنا حتى شي حاجه، مالغري سا كنتوقعوا اننا ناخذوا 70% من الفلوس ديالنا. دونك في هذه الحاله هذه خاصنا نديروا غير 30% ديال لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون سا مارش. دونك 30% يعني غير يعني هانتا اون بونس ريكوبيري 70% من الفلوس ديالنا اللي هي 12000 درهم تي تي سي، وبقات لينا 30% اللي شاكين فيه، يعني 30% هي اللي غنديروا لا بروفيزيون سا مارش. بالنسبه لهذا السيد ابراهيم هذا ديجا حنا كنتسالو 15000 درهم و600 تي تي سي، في 2014 ما تابليك عليه حتى شي بروفيزيون، ما خلصناش في 2015، وفي الاخر ديكلارا تديكلارا بانه انسولفابل، حتى هاد 15000 درهم و600 كلها داها لينا ما غاديش يرجع لنا نهائيا. الاسئله هما هادو طرافاي افير، لاحظ معايا بانهم هاد النوعيه ديال هاد لي زيكسيرسيس اوتوماتيكمون كون اكيد غتحط لك نهار الامتحان، خدمها دابا نهار الامتحان تمشي مفوه ان شاء الله باذن الله. السؤال الاول تيقول لك اعطيني لي زيكريتور نيسيسير اللي غدير في 2013 12 2014، طبيعي الحال بالنسبه للكليون كاملين. باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون او 31/12/2015، دونك هادو هما الاسئله. اسيي انك ممكن تخدم الى غلطتي ماشي مشكل. ندوزو دابا نشوفو لا كوريكسيون. دونك السؤال الاول تيقول لي باسي لي زيكريتور نيسيسير 31/12/2014، لاحظ معايا لا دات 2014، اوتوماتيكمون كتمشي عينيا نيشان لهاد الكولون اللي فيه 31/12/2014. شنو تلقاو فيه؟ تلقاو فيه لا بروفيزيون ديال 2014، لمن ديال لي كليون والناس اللي عندهم لا بروفيزيون 2014 هما اللي فيهم هنا البورسونتاج. دونك عندي 35% ديال من ديال واحد السيد سميتو حسن، وعندي هنا 25% ديال لا بروفيزيون 2014 بطبيعه الحال ديال من ديال واحد السيد سميتو فريد، وعندي واحد لا بروفيزيون ديال من حتى هي ديال 40% في 2014 بطبيعه الحال، كنتكلموا على 2014 ديال من ديال واحد السيد احمد. بالنسبه لهذا النزار ما عندوش كاع لا بروفيزيون، دونك ما دخلش في السؤال ديالنا، والسيد احمد ما عندوش بروفيزيون دونك حتى هو ما دخلش في السؤال ديالنا. دونك السؤال ديالنا نورمالمون الجواب ديالو اللي خاصو يكون هو غير هاد ثلاثه ديال الناس، مفاهمين؟ نشوفوا كل واحد كيفاش كنحسبوا لا بروفيزيون ديالو. دونك نبداو بركه الله. دونك اول حاجه تيقول لي باش ندير لي كريتيو نيسيسير ديال 31/12/2014 عندي غير 3 بيرسون اللي في هذه الحاله داخلين 2014 لا بروفيزيون ديالهم. ا بارتير دو ليتا دي كريونس اون كونستات هي اللي عاد دابا قلت لكم، اون كونستات كو لي كليون دوتو سون حسن، يعني لي كليون اللي شاكين فيهم اللي عندهم لا بروفيزيون 2014 هما فقط غير حسن فريد احمد، بور ليكيل il faut calculer la perte probable de 31/12/2014 اللي هما بوحدهم اللي كي داخلين في السؤال ديالنا الاولاني ديال 2014، خاصنا نحسبوا لا بيرت بروبابل الخساره اللي ممكن نتوقعها في 2014. اوكي كيفاش الكالكول هو اللي غادي نشوفوا دابا. دونك اول حاجه عندي لا كريونس تي تي سي ديال هذا السيد اللي سميتو حسن. اوكي بشحال كنا كنتسالوه؟ 10800 درهم. منين جبناها؟ ها هي 10800 درهم تي تي سي سا مارش. بالنسبه لا كريونس اور تاكس اللي هي ديالنا حنا شنو غنديرو؟ دونك اول حاجه تيقول لك حسب ليا لا كريونس اور تاكس، هاد لي كولون هاد لي طابلو هادو تيكونوا خاويين، انت اللي خاصك تعمرهم في الامتحان. دونك عاطيني لا كريونس تي تي سي 10800 درهم وهنا تيعطيها لك خاويه، انت خاصك تجاوب. اول حاجه كريونس اور تاكس باش نحسبوا على لي كريونس تي تي سي، ديجا قلت لكم باننا كنشدوا لا كريونس، كنشدوا لا كريونس تي تي سي اللي هي 10800 درهم. دونك كنتمنى يكون كيتبان لكم كالكولاتريس 10800 درهم، غادي نحيدوا منا غير الفلوس ديالنا اور تاكس، دونك مقسومه على 1.2. بشحال بقات لينا؟ كان حنا كنتسالوه غير 9000 درهم
اور تاكس، فاهمين الباقيه ديال ليتا. اوكي دونك عنده واحد طو ديبريسياسيون ديال 35% منين جبناها. ها هي دونك نمشيو لا بروفيزيون ديال 2014 35%، خاصنا نحسبوا المونطون ديال لا بروفيزيون ديال 2014. كيفاش؟ بهالطريقه. دونك نشدو كالكولاتريس، عندي ديجا هاد السيد هذا كنساله 10,800 درهم، نحيدو منو الفلوس ديالنا حنا اللي هما اور تاكس اللي غنبقاو كنساله، وغنضربوه في البورسونتاج ديال 35% اللي عطاهم لنا حنايا. دونك فوا 0.5، دونك تخرج ليا 3,550 درهم. هذا هو المبلغ اللي ممكن نخسروه في سنة 2014. سامارش، دونك هذا هو المونطون ديال لا بروفيزيون اللي كاين في 2014. وحاول تسجل معايا هاد لي دوني هادو، دونك 3,500 درهم. بالنسبه لفريد شنو عنده؟ عنده ديجا حنا كنسالوه شنو؟ كنسالوه 13,200. دونك شنو كيف ما كنديرو؟ نحيدو الفلوس ديالنا هنايا، غتبقى ليا 11,000 درهم. هادي هي لا كريونس اور تاكس، نضربوه في الطو ديال بروفيزيون ديال 2014 باش نعرفو لا بيرت بروبابل ديالنا، باش نعرفو لا بروفيزيون ديال 2014. شنو كنديرو في البورسونتاج اللي عطينا؟ كنضربوه في 0.25، غتخرج ليا 2,750 درهم. هذا هو المونطون ديال اللي ممكن نخسروه حنا، ولا المونطون ديال لا بروفيزيون ديال 2014. بالنسبه لهذا السيد احمد هذا حتى هو نفس الشكل. دونك شنو كنديروا حنايا؟ كنشدوا 14,400 ياك، نقسموها على 1.2 باش نخرجوا غير الفلوس ديالنا حنا اور تاكس اللي كنسالوه، وغنضربوه في لو طون اللي عطينا ديال لا بروفيزيون 2014 اللي هو 0.40. غتخرج ليا الخساره المحتمله ولا بروفيزيون المحتمله في 2014 هي 4,800 درهم. دونك بما انهم عندهم واحد الخساره كلهم في 2014 غير هاد ثلاثه الناس، كنحاولوا نحسبوا لا بيرت بروبابل جلوبال ديال الناس اللي حنا شاكين فيهم. اوكي دونك اش كندير؟ دونك كنشد ديك 3,550 درهم زائد 2,750 زائد 4,800 درهم، يخرج لي واحد المونطون ديال 10,700 درهم. هذا كامل مونطون شاكين فيه في 2014 بالنسبه للتروا بيرسون اللي عندنا حنايا، كلهم عباره واحد البروفيزيون ديال 2014، عباره واحد المبلغ ممكن نخسرو حنايا، هو المجموع ديالو 10,700 درهم. دونك ملي لقينا التوتال ديال بيرت جلوبال في هذه الحاله au 31/12/2014 l'entreprise doit passer ملي حسبنا غادي ندوزو للمرحله ديال لا كونستيتيسيون ديال لا بروفيزيون، خاصنا في هذه الحاله نكونستاتيو ديك لا بروفيزيون اللي عندنا جلوبال على لي كليون كاملين في 2014، المونطون ديال اللي ممكن نخسروه في سنه 2014. دونك اش كنديرو؟ بما انه كنديروه لاول مره واحد لا بروفيزيون، دونك هادشي كاع كنا شفناه في الدروس اللي فات. دونك كنديبيتي هاد لو كونط هذا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون، حيت لي كريونس هما لي كليون كينتميو للكونط ديال لاكتيف سيركيلون، بالقيمه 10,700 درهم، المبلغ ديال اللي ممكن نخسروه كامل في سنه 2014. اوكي ونكريديتو بطبيعه الحال البروفيزيون pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Le climat de 10,700 dirhams. Libéré, radicité suivant l'état des créances. Ça marche? Donc d'abord, je reviens à la question. D'abord, nous allons à la question. Je vous dis à passer les écritures de régularisation 31-12-2015. Donc, je vais vous dire à la question. Aoul Haja, sinon, nous fermons Ktar ou Ktar. Donc, au 31-12-2015, داكشي باش نقول لك خويا حاول تسجل هاد لي دوني هادو، ولا خد انت غير اباري فوتو في التليفون ديالك. دونك اون دو في سنه 2015، دابا سرينا 2014، دابا 2015، اون دو بروسيدي اما لغياجستمون دي بروفيزيون او روكلاسمون دي نوفو كليون دوتو اي كالكولي دي بيغ ديفينيتيف. يعني خصنا نديرو لغياجستمون، لغياجستمون هي نقارنو ما بين nouvelle provision ou ancienne provision, il y a une dotation ou il y a une reprise. Nous allons faire le calcul pour faire ce que nous avons. Ou reclassement des nouveaux clients douteux. Il y a maintenant une question de reclassement. Il y a une question de site ou de client qui a une liste
نورمال حاطه مع الناس اللي كانوا تيخلصوني، حيدتهم ديك لا ليست، حطيتهم مع الناس اللي ولينا حنا كنشكو فيهم انهم ما يخلصوناش، هي الغوكلاسمون صامارش. وفي الاخر غادي نكالكولي دي بيغ ديفينيتيف. اوكي هي تيقول لك لو رياجيستمون دي بروفيزيون كونسيست ا كالكولي، هي اللي قلت لكم دابا لا ديفيرونس اونتر نوفيل بروفيزيون ديال 2014 ونقارنوها مع بروفيزيون يعني لونسيان بروفيزيون ديال 2014. دونك نقارن ما بين 2015 البروفيزيون بطبيعة الحال مع قديمة اللي هي بروفيزيون ديال 2014، غادي يعطيني الى لقيت لا ديفيرونس بوزيتيف بيناتهم، يعني خرج لي واحد على الموجب، يعني تنقصد به واحد لا دوطاسيون. هادشي راني شرحته لكم في الفيديو اللي قبل من هذا وقيله ولا قبل من هذا. دونك اوغمونطاسيون ديال لا بروفيزيون، الى عندي واحد بلس واحد عدد موجب، يعني لا بروفيزيون تعمقات الوضعيه ديالها، زادت الزمات زاد كبر المونطون ديال لا بروفيزيون، ديك الساعه عندي اوغمونطاسيون ديال لا بروفيزيون. بطبيعه الحال ديجا وريتكم فيديوهات اللي فات كيفاش كنديروا ليكريتور كونطابل ديال لوغمونطاسيون ديال لا بروفيزيون، ولكن غادي نديروها بطبيعه الحال في هذا ليكسيرسيس هذا. الى لقيت لا ديفيرونس نيجاتيف، يعني خرجت ليا ناقص، عندي في هذه الحاله اون ريبريز، كنقصدوا بها الريبريز يعني واحد لا ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون. دونك داك المونطون اللي حنا كنا ديجا كنتسالوه في البروفيزيون بطبيعه الحال ديال 2014 تنقص شويه، ما بقاش هو نفس المونطون، تنقصات شويه يعني تحسنت الوضعيه عنده. دونك في هذه الحاله عنده واحد لو ريبريز. دونك دابا نشوفوا بالنسبه ليطا دي كريونس او 31/12/2015 كيفاش كيتعمر هذا لو طابلو كيعطيو لكم خاوين كيفاش حنا خصنا نعمرو. دونك تيعطيونا هذا لو طابلو هذا تيقول لك بانهم خاصك تعمرو وتعطيه للاستاذ في الامتحان في الاخر. كيفاش غادي نعمرو هذا لو طابلو هذا؟ اول حاجه عندي الكليون حسن، ندرسو بالنسبه للسيتياسيون حسن ونديرو الكالكول ديالو ونديرو او ميم طون ليكريجور كونطابل اللي خاصها دار بالنسبه لحسن، موراها ننتقلو لفريد باش هكا تركزوا معايا. دونك عندي هاد السيد اللي سميتو حسن، ديجا حنا كنا كنتسالوه 10800 درهم تي تي سي، الفلوس اللي كنا كنتسالوه هو القيمه ديالو 10800 درهم. هاد السيد خلصنا ولا ما خلصناش 2015؟ نشوفوا الطابلو اللي عندنا، غادي نلقاو بان هاد السيد حسن هذا ديجا عطانا 4800 درهم من المونطون اللي حنا كنتسالوه. بطبيعه الحال هاد الجوج هادو راهم تي تي سي، عقلتي معايا؟ دونك عندي ريغلومون 2015 4800 درهم، غادي نلقاوها. دونك كنا كنتسالو 10800، عطانا 4800 درهم. دونك كيقول لك هاد لوكاز هادي كتكون خاويه، حسب ليا سولد اور تاكس. شنو غندير انايا في هاد الحاله هادي؟ دونك كنشد لو مونطون تي تي سي لا كريونس كامله اللي هي 10800 درهم، باش نقرب لكم كالكولاتريس باش تشوفوها مزيان. دونك 10800 درهم هذا هو المونطون جلوبال اللي حنا كنا كنتسالو، غادي نقصوا منه داكشي اللي عطانا، عطانا غير 4800 درهم صامرش، غتخرج ليا 6000 درهم كامله، ولكن ماشي ديالنا بوحدينا، داخله فيها حتى لا تيفيا. دونك كنخرجوا منها غير الفلوس ديالنا حنا، مقسومه على 1.2. دونك بدينا كنتسالوه 5000 درهم اور تاكس صامرش صامرش. دونك 5000 درهم انتوما فهمتيو كيفاش تحصلنا عليها صامرش. دونك لا كاز اللي موراها فيها نوفيل بروفيزيون، واش عنده شي بروفيزيون في سنه 2015؟ كنمشيو نشوفو بعينينا واش عنده واحد لا بروفيزيون في 2015. تيقول ليا بورتي لا بروفيزيون ا 2015 80% دو سولد. دونك شنو كندير؟ دونك هذيك ال 5000 درهم دونك كنطبق عليها ديك 80% اللي حنا كنا شفنا صامرش، 80% ديال لا بروفيزيون في 2015. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد كالكولاتريس، غادي نشد 5000 درهم اور تاكس وغنضربها في 80% اللي قالوا لنا، غتخرج ليا نوفيل بروفيزيون في 2015 هي 4000 درهم، وعقل معايا الله يرحم ليك الوالدين، 2015 4000 درهم. وغادي نقارنوها معياش مع اونسيان بروفيزيون ديال 2015، هادشي ما غتشدو والا حتى تعاودو تقريبا واحد الربعة ولا خمسة المرات باش هادشي يولي عندك ساهل. غادي نمشيو للطابلو، ديجا حنا حسبنا عليه لا بروفيزيون اللي هي في 2014
هي لا دات 2014. بشحال لقينا عنده لا بيرت بروباب ولا لقينا عنده لا بروفيزيون؟ لقينا عنده 3550 درهم. في هذه الحاله هذه شنو خاصني ندير؟ خاصني غير ناخذ نشوف لا ديفيرونس ما بين نوفيل بروفيزيون هي اللي قلت لكم دابا ناقص اونسيان بروفيزيون. الى عندي عدد موجب راها دوتاسيون، الى عندي عدد ناقص راها ريبريز. دونك هاد لي مونطو تيكونوا هنا، هاد لي كولون تيكونوا خاويين، حنا اللي خاصنا نعمروهم. دونك شنو كندير؟ كنشد داك المونطو اللي خرج ليا اللي هو 4000 في 2015 اللي هو نوفيل بروفيزيون 4000 درهم ياك، هي 4000 درهم باش راه غطيت عليكم وقيله. دونك 4000 هنا كيتبان لكم كنظن، دونك 4000 درهم غادي ننقص منها شنو؟ ننقص منها القديمه لونسيان بروفيزيون اللي هي 3150. شحال يخرج ليا؟ خرج ليا عدد اللي هو بوزيتيف موجب. دونك غادي نسجل هاد 850 في البلاصه فين كاينه الدوتاسيون سامارش. دونك هاد السيد دابا حسن احنا سالينا منه بالنسبه للكالكول بالنسبه للتعمار ديال لو طابلو. غادي نجيو هاد لي دوني كاملين اللي لقيناهم دابا غادي نسجلوهم في لونغوجيسترمون كونطابل اللي تيعطيونا هما. اوكي دونك شنو غادي نديرو؟ دونك كنركزو على هاد المونطون اللي خرج ليا هنا في الدوتاسيون. هاد الدوتاسيون بما انها كدير ليه اول مره دونك عنده واحد العدد اللي هو موجب. دونك كنكونستاتي لا بروفيزيون اول مره كي غنديرو ليها بهاد الشكل هذا. دونك كنديرو pour le client Hassan il s'agit d'une augmentation de la provision ou une dotation. هذاك المونطون اللي خرج ليا في الدوتاسيون هو اللي كنسجلو كيف ما وريتكم فيديوهات اللي فات. كندير هذا لو كونط كنديبيتي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون pour depreciation des créances de l'actif circulant. هذا عنده واحد لوغمونطاسيون في لا بروفيزيون ديالو سا مارش. دونك des créances de l'actif circulant le montant de l'origine de la dotation 850 un crédit de le compte de provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés tapez le hal بنفس le montant de 850 درهم باش كنحافظ على البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل سا مارش. دونك حسبنا الكالكول ديال هاد السيد اللي سميتو حسن، عمرنا لو طابلو، وفي الاخر درنا لونجيسترمون كونطابل اللي خاصو يدار بالنسبه لهاد السيد وهاد الحاله ديال هاد السيد اللي سميتو حسن. بالنسبه لهاد السيد اللي سميتو فريد ديجا حنا كنا كنسالوه واحد المونطون ديال 13200 درهم كامله تي تي سي، ولكن راه خلصنا 2015 عطانا واحد الفلوس ديال غير 5400. باش نحسبوا هاد لا كولون اللي كتكون خاويه عندكم في لو طابلو دونك شنو كدير؟ اول حاجه طبيعه الحال تي تي سي شنو غادي ندير؟ غادي نشد المونطون الجلوبال اللي حنا ديجا كنتسالوه تي تي سي نقصوا منه الفلوس اللي عطانا اللي هو 5400 ياك، ونقسموا هاد المونطون ديال 1.2 باش نلقاو المونطون ديالنا حنا اوغ تاكس اللي هو 6500 درهم. يقول لي هاد الكولون حتى هي كتكون خاويه، عمر لي نوفيل بروفيزيون ديال 2015. دونك اوتوماتيكمون شنو كنمشيو؟ كنمشيو لو طابلو اللي عندنا في الديبار غنشوفوا البورسونتاج ديال لا بروفيزيون 2015 هو 10%. شنو غادي ندير؟ غادي نخرج غادي نشد داك المونطون اللي خرج ليا يا مارش هانتوما باش تبعو معايا. هاد المونطون اللي خرج ليا في السولد اوغ تاكس غادي نضربو في 10%. دونك في 10% غيخرج ليا 650. دونك نوفيل بروفيزيون في 2015 هي 650 والأونسيان بروفيزيون في 2014 هي 2750. ما عليا غير نطبق لا فورمول. غادي نشد النوفيل ننقص منها لونسيان. لونسيان منين جبناها؟ ها هي كنوريكم بالطريقه باش تمشيو معايا ان شاء الله اون باراليل. دونك عندي 2750 هي اللي لقينا في 2014. دونك كندير 650 غادي نقص منها شنو؟ نقص منها 2700 ياك و 50 غتخرج ليا هاد المره مونطون نيجاتيف ناقص. دونك الا بان ليا واحد الناقص غادي نحطو هنا في البلاصه ديال الريبريز سا مارش. دونك حنا سالينا بالنسبه للتعمار ديال الطابلو ديال هاد السيد اللي سميتو شكون؟ سميتو فريد. دابا غننتقلو كيفاش غادي نسجلوه او نيفو دو لونجمون كونطابل ديال لو جورنال. دونك عقل معايا على المونطون اللي خرج ليا في الريبريز هو اللي كنحطوه في لونجيسترمون كونطابل. نشوفو كيفاش كنسجلو هاد السيد اللي سميتو فريد. دونك هاد فريد هذا قال لي عنده واحد اون ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون او اون
ريبريز العكس ديال حسن. حسن كانت عنده اون دوطاسيون تنقصدو بها اوغمونطاسيون، وفريد هذا عنده اون ديمينيسيون تنقصدو بها واحد الريبريز. دونك بالنسبه للتعمار ديال لونجيسترومون كونطابل جورنال في كتكون عندي واحد الغوب في تيكون عندي واحد الريبريز ولا واحد ديمينيسيون، دونك شنو كندير؟ بروفيزيون، دونك كنديبيتي هاد لو كونط هذا provision pour dépréciation des clients contre attaché. هذا هو الكونت اللي درناه في الكريدي بالنسبه للاوغمونطاسيون، كان ديبيتي ودابا بالنسبه للديمينيسيون. دونك ديمينيسيون ديال هاد provision pour dépréciation des clients contre attaché بالمونطون ديال الريبريز اللي لقينا في الجدول القبيله 2100، ونكريديتيو هاد لو كونت هذا ديما متعلق بالديمينيسيون ولا كيتعلق بالانولاسيون. فهاد الحاله عندنا ديمينيسيون غادي نكتبو ريبريز sur provision pour dépréciation ديال من ديال الاكتيف سيركيلون. دونك سالينا دابا من حسن وفريد. اوكي ننتقلوا دابا نشوفوا هاد احمد شنو عنده المشكل ديالو. دونك هاد احمد هذا شنو عنده؟ عنده كنت سالوه 14400 درهم تي تي سي، خلصنا 9000 درهم من المونطون جلوبال. دونك كيقول لي حسب لي هاد السولد اوف تاكس. دونك السولد اوف تاكس كي غنديرو ليه بطبيعه الحال كيف ما كنصايبو بالنسبه للكليون الاولانيين 14000 ياك و400 نقص من 9000 اللي عطانا هو 5400 درهم تي تي سي، نقسمهم على 1.2 دونك السولد اور تاكس اللي هو 4500 درهم. اوكي بالنسبه للنوفيل بروفيزيون بطبيعه الحال ما عندوش، علاش؟ حنا غادي نشوفوا الطابلو الاولاني لانه خلصنا هانتا بور سولدي خلصنا 9000 درهم وفي الاخر ما عندوش واحد لا بروفيزيون، اعتبرناه بانه صافي بحال قلب وجهه السيد ولا انسولفال ما خلصناش. دونك ما عندوش واحد لا بروفيزيون 2015 سامارش. دونك شنو كنديرو هنا؟ ما كنكتبو حتى شي حاجه، كنشوفو واش عنده شي اونسيان بروفيزيون اللي هي 4800 درهم. منين جبناها؟ من الكالكول ديال قبيله. دونك الطابلو لقينا عنده واحد لونسيان بروفيزيون ديال 2014 هي 4800 درهم، تنسجلوها 4800 درهم في 2014. دونك البيرت ديال اور تاكس اللي عندنا هو ديال 2015 هو 4500 درهم سامارش. دونك عنده واحد البيرت ديال 2500 درهم 4500 درهم. دونك هنا تنحطو غادي نشوفو كيفاش غادي نكتبو ديك الدوطاسيون ولا الغوبريز كيفاش بهاد الطريقة هادي. دونك فهاد الحالة هادي ما كنديروش ديك النوفيل بروفيزيون نقصو منها لونسيان بروفيزيون، ها هي النوفيل بروفيزيون ما كايناش حيت السيد انسولفابل، كنديرو غير لونسيان بروفيزيون تنحطوها في الغوبريز بلاصة ديال الرياجيستومون ديال الغوبريز. دابا غادي نشوفو هاد المونطون هذا كيفاش غادي نديرو لونجيسترومون كونطابل ديال السيد اللي سميتو حسن، ديال هاد السيد سمحوا لي اللي سميتو احمد. دونك لونجيسترومون كونطاب ديالو فيه جوج ديال المراحل. المرحله الاولى خاصنا نسجلو لونجيسترومون كونطاب ديال لا بيرت اللي غادي ممكن نخسروها، اللي احتمال ممكن نخسروها. اول حاجه كنديرو بيرت سور كريونس اي ريكوفراب، علاش؟ لانه ديجا هو عاطينا لنا بانه انسولفابل في الاخر، دونك بالنسبه لنا هو عباره على واحد الخساره. دونك بيرت سور كريونس اي ريكوفراب نيميرو دو كون ديال 61 82 بالمونطون ديال لا بيرت اور تاكس 4500 درهم. عقلتيو كيفاش شقينا 4500 درهم؟ اوكي موراها بما انها كاين واحد لا بيرت ما خسرناش غير نلعب وحدينا، ترى تي في ديال ليطا حتى هي ضايعه وخاسره. دونك كنسجلو ايطا تي في فاكتوري بالمونطون ديال 900، هاد 900 منين جبناها؟ اوكي بطبيعة الحال غادي نحسبوها. دونك سي ديجا عنده 14400 ديال الكريونس تي سي اللي كنساويو عليه، نقصو منو الفلوس اللي عطانا 9000 درهم ياك. دونك هذا هو المونطون ديال باش حطيناه في ان كونت ديال انه ليتيجيو ولا دوتو سا مارش. دونك هذا هو المونطون جلوبال اللي كنتسالوه حنايا كشركه، وليطا كتسالو لهاد لو كليون على شكل تي في. نقص منو شنو؟ غادي نقص منو داك المونطون اللي حنا غير كنتسالوه بوحدينا حنا سا مارش، اللي هي 4500 درهم. غادي يبقى هادش المونطون اللي غيخرج ليا هو المونطون ديال تي في اللي ليطا كتسالو، دونك غتخرج ليا غير 900 سا مارش. عاود معايا هاد الكالكول اللي حسبنا دابا حاليا باش تبقى عاقل كيفاش شرقينا هاد 900 سا مارش. دونك اسيدي بالنسبه للكريتور
غادي نكتبوا عطاء تيفيا 900، دونك المجموع ديال الفلوس غير ديالنا بوحدينا اللي عندنا فيها خساره 4500 زائد الفلوس ديال العطاء تيفيا ديال 900 حتى هي ضايعه، المجموع ديالو هو 5400. كنتسالو حنا اللي عندنا شركه، وحتى ريطا كتسال هاد لو كليون في التيفيا ديالها، المجموع ديالهم راه ب 5400. تنكريديتو هاد لو كونط هذا كليون دوتو او ليتيجو حيت ولا انسولفاب سامارش. موراها تنكونستاتيو لا بروفيزيون، دونك عندي كنديبيتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط راتاشي، وغنديرو ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون بالمونطون ديال الريبريز اللي لقيناه في الطابلو قبيله حيت هو ريبريز سامارش. هادي هي لا ميثود باش كنديرو لونجيستخمون كونطابل بالنسبه للجورنال بالنسبه للمرحله ديال الريبريز سامارش. دابا غادي نشوفو هاد السيد اللي سميتو نزار. دونك نزار شنو عندو بالنسبه لهاد لو كليون؟ نزار شنو عندو؟ ديجا حنا كنسالو غير 12000، دونك كنسالو المونطون تي تي سي 12000 درهم، ما خلصناش في 2015. نشوفو الطابلو الاولاني، نشوفو هاد السيتوياسيون ديال نزار، ما عطاناش ما عندوش بروفيزيون في 2014 وما خلصنا حتى ريال في 2015، ولكن كنتوقعوا اننا ناخذوا فلوسنا بالمونطون ديال البورسونتاج ديال 70%، يعني كنتوقعوا ان نسترجعوا الفلوس ديالنا 70% كنتوقعوها، وعندنا لا بروفيزيون غير ديال شاكين اننا ما ناخذوش فلوسنا غير 30%. دونك كيفاش غنابليكيو هادشي في لو طابلو؟ دونك عندي 12000 درهم ديال هاد السيد سميتو اللي كنسالوه نزار، 12000 درهم ديالنا دونك كامله تي تي سي. اول حاجه خصنا نخرجوا داك المونطون ديال سولت اور تاكس، كيف ما قلت لكم نخرجوا غير فلوسنا هنايا، دونك نقسموها على 1.2. دونك حنا كنسالوا غير 10000 درهم اور تاكس ديالنا، غير كريونس اور تاكس. نوفيل بروفيزيون 3000 درهم، دونك كيف ما شفنا في الفيديو، كيف ما شفنا في الجدول اللي فات، تيقول لك بانه كيتوقعوا بانهم ياخذوا 70% من الفلوس ديال 10000 درهم، ولكن شاكين بانه ما يخلصناش غير 30%. هذيك الكلمه ولا ديك الجمله ديال شاكين ما يخلصناش غير 30% كان هي لا بروفيزيون، دونك نضربوها في 30%، دونك شاكين ما يعطيناش غير 3000 من هاد 10000، غادي يعطينا يعني تنقولوا بانه يعطينا 70% من هذا المونطون هذا، وغتبقى غير 3000 درهم في البروفيزيون ديال 2015. عنده شي اونسيان بروفيزيون؟ بطبيعه الحال ما عندوش. نشوفوا الطابلو، ها هي 2014 ما عنده حتى شي حاجه صامارش. بالنسبه واش دوتاسيون ولا ريبريز، في هذه الحاله تنكتبوها في الدوتاسيون 3000 هنا في الدوتاسيون. بالنسبه لونجيستخمون كونطابل ديال هذا السيد اللي سميتو نزار، دونك اول حاجه نديرو لو ريكلاسمون ديالو، يعني تنخرجوه من انه كان نورمال صامارش، دونك كان نورمال السيد كان تيخلصنا ما عندوش شي مشكل، غادي نهزوه من ديك لا ليست اللي كان مع دوك الناس نورمال ونحطوه مع دوك الناس اللي ولينا شاكين فيهم لي كليون دوتو او ليتيجو. هذه هي المرحله ديال لو ريكلاسمون في اول مرحله بالنسبه لهاد لي كليون نزار. دونك بالمونطون تي تي سي كامله اللي هي 12000 درهم صامارش. المرحله الثانيه كنكونستاتيو ديك لا بروفيزيون بما انها دوتاسيون، دونك هادشي دابا تعودنا عليه، كنديرو هاد ليكريجيو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون بالمونطون اللي لقينا في الدوتاسيون اللي هو 3000، ونكريديتيو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي بالمونطون ديال 3000 صامارش. ليبيلي سويفون ليطا دي كريونس، سويفون لهاد ليطا هاد الجدول اللي عطينا في الديبار صامارش. دابا بقى لنا هاد الكليان الاخراني اللي هو ابراهيم، كيفاش غادي نشوفوا الكالكول ديالو وكيفاش غنديروا لونجيستخمون كونطاب ديالو بطبيعه. دونك هاد السيد اللي سميتو ابراهيم، ديجا حنا كنتسالوه 15600 درهم تي تي سي كامله، ما بقاش كيبان كاع لا في 2014 ما درناش بروفيزيون ديالو، وما عقلش علينا في 2015 ما خلص حتى ريال، وفي الاخر سجلناه في واحد الحاله بانه انسولفاب، خدانا المسائل ديالنا، خدانا لي برودوي ديالنا، وفي الاخر قلب وجو ما خلصنا لا ريال لا جوج. كيفاش كنعمروه في لو طابلو؟ بهذه الطريقه، ما كاينش ما سهل منه. دونك لو كليون ابراهيم كنتسالو 15000 درهم كامله، خمس تسمحوا لي 15000 درهم و600 كامله، دونك ريغلومون 2015 ما خلصنا حتى ريال، سولت اور تاكس ديالو
طبيعة الحال شنو كنديرو؟ هادشي حنا عارفينو، كنشدو 15600 نخرجو منا غير الفلوس ديالنا حنا اللي هي 13000 درهم ديالنا، وبالنسبة للبخت كنديروه في 13000 درهم بالمونطون كاملة، يعني تنكتبو غير البخت. هاد لي هاد البلايص كاملين تنخليهم خاويين صامارش. بالنسبه لونغيستغمون كونطابل ديال ابراهيم هذا، دونك عنده قلنا بانه هو واحد البيرت، واحد الانسان لي انسولفابل، دونك كان ديبيتو هاد لو كونط كريونس ديفوني ايريكوفرابل، يعني ما خلصنا حتى شي حاجه، ما عنده لا بروفيزيون ما حتى شي حاجه، دونك كنخرجوا غير الفلوس ديالنا حنا، ونخرجوا فلوس غير ديال ليطا ديال التيفيه ديالها، وفي الاخر نديروا الكليون بالمونطون تي تي سي كامل. دونك نديبيتي هاد لو كونط كريونس ديفوني ايريكوفرابل بالمونطون ديال تي تي سي كامله، بالمونطون سمحوا لي ديال تي تي سي اور تاكس ديالنا حنايا 13000 درهم بالنسبه لينا حنا، وبالنسبه لليطا ديال التيفيا فاكتوري المونطون ديال 2600 درهم. كيفاش شرقينا 2600 درهم؟ دونك غادي نشدو هاد 15000 درهم و600 ياك، غادي ننقص منا شنو 13000 درهم ديالنا حنا، دونك تخرج ليا 2600 درهم. هاد 2600 درهم هادي هي اللي قلت لكم ديال ليطا تيفيا فاكتوري 2600، والمونطون كامل جلوبال 15600 هو المونطون تي تي سي اللي كنتسالو لو كليون. دونك طبيعة الحال سويفون ليطا دي كريونس، يعني داك الجدول اللي كان عاطينا في الديبار. دونك هادي كانت بالنسبة البروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي كريونس. غتحاول ما امكن تعاود هاد ليكسيرسيس لانه كيتحط في الامتحان. دونك اللي عجبو الفيديو ما يبخلش على خوكم امين بواحد جيم، بارطاجيو باش ما كان باش الاغلبيه يستافد قبل الامتحان ان شاء الله باذن الله، وما يكون الخير. الفيديو البروشان غادي يكون متعلق بالبروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال تي في بي. الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.